السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحياتي لكل مربي الحمام والأرانب في مصر والدول العربية. أهلا بكم في قناة أبو نور عالم الحمام والأرانب. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة النهاردة يا جماعة هعرض لكم فيها الشغل اللي جه من السوق السيدة عائشة، تمام؟ الأدوية كلها، حبس القطط كلها، الناس اللي كانت طالبة مني حاجات، تمام، الحاجة كلها وصلت بأمر الله، تمام، حاجة حوض السمك كلها إجت، وحاجة القطط برضو، مستلزمات القطط، وحاجة العصافير كلها، تمام، فيتامينات، أملاح معدنية، دمعة العين بتاعة وليد السني، بتاعة العين برضه، قطرة العين بتاعة الحمام موجودة بأمر الله. اللي محتاج أي حاجة الرقم أسفل الفيديو. موجود تحصينات للقطط، تمام، وموجود قطط شراز صغيرة فيها أبيض وفيها أحمر، ماشي. التحصين بتاعهم كله موجود، موجود التحصين الرباعي والتحصين الثنائي، تمام، الثنائي موجود والرباعي موجود. بودرة الفاش بتاعة القطط موجودة، وشامبوات القطط برضو موجودة. تحصينات الأرانب، الفيروس والبكتيريا موجودة، وتحصينات الحمام موجودة برضو. أي تحصين موجود يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأقفاص يا جماعة، جميع الألوان وجميع الأشكال، فيه قلب، فيه فيلا، فيه شمسية، تمام، بجميع الاستندات. في قفص مستورد، قفص مصري، قفص المستورد على العلاقات الخارجية، ماشي. في استندات برضه، ده قفص القلب، الناس اللي بتحب الألوان الفواتح، تمام، ده قفص 3 علاقات خارجية، ده قفص الشمسية، وده قفص الفيلا، تمام. ده قفص الفيلا برضه أو القصر، بس دي طبعا كبير شوية. أنا القفص التاني، قفص بغبغانات أهي، قفص بغبغان بعجل بيروح وبيجي، تمام. كل حاجة موجودة بأمر الله، جميع أشكال وألوان العصافير بمستلزماتها بقصها كله. قفص كوكتيل كبير أهو، الباب بتاعه بقفل أهو يا جماعة، بابه بقفل، تمام. كل حاجة موجودة بأمر الله تخص الحمام والعصافير والسمك الزينة. بالنسبة يا جماعة للأدوية اللي موجودة، بسم الله، ده قطرة دمعة العين بتاعت حمادة السني، تمام، دمعة العين والتهاب، التهاب العين إنها بتنزل مية على طول والعين بتتقفل والمشاكل دي كلها، ماشي. وفيه قطرة للكنكر والسلمونيلا والديدان، كنكر، سلمونيلا، ديدان، ده قطرة برضو بتتحط في المية. وده فيتامينات للعصافير، فيتامينات وأملاح للعصافير، تمام. كل حاجة يا جماعة موجودة بأمر الله بالنسبة للتحليق. وفي هنا ميكس الزغلول عمر يوم، من عمر يوم لغاية لما يتفطم، تأكل الزغاليل من عمر يوم حتى الفطام، تمام. الناس اللي غاوية الكلام ده يا جماعة تعرف المنتج ده كويس، منتج ما شاء الله عليه، ميكس عمل السني، تمام. الأدوية كلها موجودة، قطرة دمعة العين والعلاج الكنكر والسنامونيلا والديدان، أما ده بتاع العصافير، فيتامينات وأملاح معدنية وكده، تمام. الزرع اللي بيتحط في حوض السمك، الزرع اللي بيتحط في حوض السمك، ماشي. دي مجموعة دبل أهي، دبل وزار، حمام وزار، ماشي. اي حد عايز دبل بالاسم بتاعه، باسمه، برقم تليفونه، بعنوانه، اعملها له، تمام. وفي دبل بلاستيك اهي، ماشي. في جهاز تمنومتر بيقيس درجة الحرارة عند الحمام، الأرانب، العصافير، أي مشروع، عند الفراخ، أي حاجة بيسلك درجة الحرارة والرطوبة، تمام. بالنسبة للزغطات بتاعت الحمام، من عمر يوم لحد لما بتفطم برضه،
تمام، ده اللي هو بالتأكيل اليدوي تمام. وفي بيض صناعي ماشي، كل حاجة موجودة يا جماعة بأمر الله. وأكل القطط موجود تمام. بالنسبة للبذور، بذور الطاقة بتاعت العصافير والحمام موجودة برضه، السيبيا بتاعت العصافير ماشي، بس العصافير الاسطوانة موجودة بأمر الله تمام. بالنسبة بقى للحمام يا جماعة، غير شوية استرالات على كشكش على مش عارف على ايه، الحمام ده يا جماعة ببيعه بسعر البلدي، تمام. مش هقول بقى الجوز 100 والكلام ده زي ما الناس بتعمل، ان شاء الله بظبط امك. الحمام كله قدامكم اهو، ده بسعر البلدي تمام. نشوف بقى الحمام اللي احنا جبناه، حلبيات مصري اهي، حاجة بسم الله ما شاء الله عليه تمام. حلبيات مصري، حمام ما شاء الله، ربنا يبارك صاحب النصيب. دي الحلبيات المصري يا جماعة اللي احنا جايبينها، حاجة تبارك الله يعني. الذكر لا راعي نتائج مطائية مزعبوط ماشي، المستوى بتاعهم طبعا واضح. حلبيات صفر بلوميات، بسم الله. وش الفرد ده يا جماعة؟ وشوشهم ما شاء الله جميلة تمام. دي بالنسبة للحلبات الصفر والحلبات السود المصاروخ تمام. بالنسبة بقى للمرقعات الوزار السود، ده كان عضم ابيض، والنتاية برضه عضم وش ابيض اهو، زيته ما شاء الله. طبعا الحمام مستوى واضح بأسعار حلوة كمان. فص ساكسون اهو، نتاية زرقاء والتكر ابيض، نتاية زرقاء والتكر ابيض، التكر شيرونه ما شاء الله كفو اهو، ولسه بدم ولسه بيطلع. الذكر بس سكشن على بعض دول كذلك برضو بسعر البلدي، طقوسة وعزازات وتصحيات اهوت بسعر البلدي. فهم حمام حلو يعني. ودي انت هزاز صفرة هولندي تشبه ايه، تمام. قصة هزاز سلك محصي تبارك الله، ربنا يبارك لصاحب النصيب. حمام ما شاء الله ربنا يبارك، المستوى بتاعه واضح، الريشة نضيفة اهيت تمام. ده قص نمس تمام، بسم الله اهو. النتاية السوداء شابة لسه مخلصة تمام، والدفر اهو اول شغل ليهم، ما اشتغلوش ولا عش قبل كده. ربنا يبارك ويرزق صاحب النصيب، ربنا يبارك للجميع ويرزق الجميع الاحسن والافضل تمام. هذا قص نعمت، القص السلك والقص النفاخ النمس ماشي، قص عاطفي اهو. الذكر ما شاء الله وشه فيه كاميرا تمام، والنتاية برضو كذلك. تمام قص بدكشنيات اهوت، ولاد حلبيات
تمام. قصة كوس أمك نايمين على حصاهم. قصة تفاحي اهو. النتايج شابة، اتذكر اشتغل قبل كده. ده قص تاني، النتايج قرنفلية، واتذكر ازايزي معاهم بيض. ذكر ازايزي مع انتهى رنفلية، دول معاهم بيض اهو. تمام. بالنسبة للعصافير يا جماعة، ده قص زبرة ماشي، ست قصوص استرالي، تلات قصوص كبار شغالين، وتلات قصوص شبابان. تمام. وفي كوكتيل اذا غليله برضه، في كوكتيل ببيضه. تمام. قص كوكتيل اهو معاهم ابنهم، بسم الله، ابنهم طالع ما شاء الله لاتيني بالعين الحمراء. تمام اهو، تمام كده. قص كوكتيل تاني، ربنا يبارك اهو بالعين الحمراء برضه. دول شبابات حبشي، ومصب فيها زبل، مش في المصبعات، لا فيها ازابيل اهوت، وفيها ايه الحبشي. تمام. وفيها لاتيني اهو، بارك الله، بيضين ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. ربنا يبارك. بالنسبة يا جماعة للناس اللي بتسأل على مستلزمات القطط، تمام، لتر بوكس هو التواليت بتاع القطط، الأكلات بتاعتها، الجرف بتاعها بتاع الرمل، البيض والبوكسات بتاعتها، النقلات بتوعها، تمام، الأكل بتاعها موجود، الشامبوهات، أي حاجة تخص القطط موجودة، من شامبو لسلسلة لطاق لجروف لتر بوكس بتاع اللي هو التواليت، النقلات بتوعها، الأكلات بتوعها، كل حاجة موجودة بأمر الله. قص استرالي يا جماعة، البينو العين الحمراء. تمام اهم استرالي البينو بالعين الحمراء، حاجة تبارك الله، يعني صفر خالص ما شاء الله. تمام. وذكر حبشي فرداني تبارك الله، فرد فيه طول ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحب النصيب.